اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في الفقره الثانيه من برنامجنا القلب ما يريد. هنتكلم النهارده في الفقره دي عن موضوع مختلف تماما ما اتكلمناش فيه قبل كده في حلقات برنامجنا. هنتكلم النهارده على موضوع تعدد الزوجات. الموضوع ده طبعا في اسر كتير جدا بتشتكي منه للاسف، وظاهره انتشرت الفتره الاخيره، فعايزين نناقش الموضوع ده مع ضيفتنا العزيزه دكتور ريهام، مدربه الدعم الذاتي والارشاد النفسي والاسري. اهلا بحضرتك طبعا. اهلا وسهلا. وبرحب طبعا بزميلتي الاستاذه همس كمال. اهلا بيكي استاذه ريهام. في البدايه كده لو هنتكلم على تعدد الزوجات، هل الزوجه الثانيه ظلمة ولا مظلومة؟ قبل ما نقول ظلمة أو مظلومة نقول هو إيه الصحة برضو يعني الزواج أو تعدد الزواج، وإيه المساوئ اللي بتعود عليه. والحقيقة المساوئ يمكن أكتر من الصحة النفسية اللي بتعود على الزوج. يعني أحيانا الزوج بيظلم نفسه بالزواج التاني، هو ظنا منه أنه هيكون سعيد أو هيقدر يفتح بيت تاني أو هيجلب سعادة لنفسه، يعيش حياة أكتر استقرار من الحياة الأولى. لكن للأسف فعدم صحة الزواج بتبقى من ناتجة عن إيه؟ أول حاجة عدم العدالة، ما عنديش القدرة على الإنفاق، سواء الإنفاق المادي أو إنفاق المشاعر. إن أنا مثلا ما عنديش قدرة أهتم بزوجتي، ما عنديش قدرة مادية إن أنا أصرف على البيت التاني. إضافة لده كمان بيبقى للأسف الشديد ظلم الزوج لنفسه، إن هو يكون متوهم إن الزواج التاني هيجلب لي السعادة أو الاستقرار الأسري. أحيانا يعني بنلاقي زوج بيبقى إيه؟ عنده إفراط في الحساسية، مفرط الحساسية، أو بمعنى أصح يتوهم، يعني طول الوقت ما زوجتي هي السبب، أنا كنت عايزة تهتم بنفسها. طبعا دي طلبات مشروعة للزوج، لكن للأسف الشديد أحيانا بيكون بيظلم زوجته وبيظلم نفسه. بالزبط. عارفين اللي هو طول الوقت زوج إيه؟ في يعني طول الوقت يعني بيقدم العيوب على المميزات عند زوجته. بالزبط. من صحة الزواج أن يكون في مرض عند الزوجة، يعني مرض معين يستدعي من الزوج ان هو يتزوج، سواء مثلا عدم الانجاب نتيجه لاسباب وبعد سنوات طويله وصبر. احيانا برضو بيبقى وجود مرض معين مش قادره الزوجه فيه، يعني ان هي مثلا يبقى في علاقه حميميه بينها ما بين زوجها، مش قادره ان هي تساعد اولادها او يعني يكون تتابع تبعات البيت المختلفه، فالزوج بيلجا للزواج. اضافه لده كمان بيبقى احيانا يعني المساوئ اكتر من الصحه. ربنا سبحانه وتعالى شرع الزواج نوع من انواع الصحه النفسيه للزوج، لكن المساوئ احيانا بتكون عايده على الزوج اكتر. بالظبط. يعني دكتور، منها ان هو بيظلم نفسه. طبعا. طب دكتور ريهام، حضرتك شايفه ايه شروط صحه الزواج؟ يعني امتى التعدد يكون صح وامتى يكون خطا؟ الصح الخطا زي ما قلنا انه يكون الصح زي ما قلنا انه طبعا بيبقى فيه شروط معينه، مرض الزوجه، يعني في مشاكل وصلت للزوجين لحدود الانفصال، فطبعا في اولاد، فيجي الزوج يقول لك طب مش مشكله عشان الاولاد. لكن المساوئ اكتر، يعني المساوئ بتبقى أكتر من صحة الزواج. أولا الزوج بيتوهم أنه هو هيقدر أنه هو ينفق أو يسعد زوجته التانية ويسعد الأولى في نفس الوقت، بيكتشف أنه الأمر ده خارج عن حدود الإرادة بتاعته، لأن كل إنسان له طاقة، وإذا تعددت الأبواب ضاعت العدالة. ضاعت العدالة أنا مش هقدر أعدل، مفيش عدل، بالتالي مفيش قدرة على الإنفاق، والأهم من الإنفاق طيب لو العدل هو النفسي. لو هو عنده اكتفاء مادي كويس او جسدي وصحي، فده ممكن يبقى يتجوز عادي مش مشكله، ولا حضرتك شايفه ايه؟ ما هي ما فيش مشكله، بس هي يعني هو حاليا في ناس متجوزه 3 و4 وما عندهمش مشكله. هيظلم ليه؟ لان هيميل قلبه ناحيه واحده اكتر. الميل القلبي مش مشكله، ربنا هو اللي اعلم. الحب ده مش بايدينا. بس للاسف اللي بيضيع في النص الاولاد، الأولاد هم اللي بيضيعوا في النص. وأحيانا الزوجة للأسف بتبقى مش حريصة على أولادها، تقول لك هو ما كانش حريص على أولاده، أنا كمان مش حريصة، تفضل طول الوقت تأذي زوجها في أولادها، شفتوا أبوكم عمل إيه، شفتوا مش عارفة راح واتجوز مرة تاني. فدي كلها بتأثر على الحياة الزوجية وعلى الاستقرار. طيب الأسري التأثير النفسي بقى والاجتماعي على الزوجة لو
حصل جواز او تعدد زوجات. طبعا بيبقى تاثير نفسي سيء، لان الزوجه اكتر حاجه بتكسر قلب الزوجه ان الانسان اللي هي بتحبه او زوجها يشوف حد تاني. يعني هي طول الوقت ممكن تفضل تتخانق في البيت ومش مشكله، عايز تتجوز اتجوز، بس وقت الجد اكتر حاجه تكسر قلب الست تفضيل امراه اخرى عليها. علي. فللاسف الشديد طبعا ده بيعود بالسلب على الاولاد. نظره الزوجه احيانا يعني بتبقى ايه، المجتمع هيقول عليا ايه، اهلي يقولوا عليا ايه، ده جوزها اتجوز عليها. هي كان مفروض تلحق الموضوع من الاول، لانه قد يكون العيب مش في الزوج، قد يكون العيب في الزوجه. يعني بعض الصفات اللي تدفع الزوج للزواج، النديه، الاسترجال في المعامله، الصوت العالي، دايما بتقلل منه، يبقى راجع مثلا من الشغل. طبعا مش بقول الكلام ده بقول للرجل ده مبرر ليك انك تتزوج، لا طبعا، بس اقصد اقول يعني اذا كنت انا عايزه حياتي تكون سعيده فانا اخلي بالي قبل ما المصيبه او الامر ده يحدث. احيانا كمان ان الموضوع ده بيأثر على اولادنا، بيأثر على نفسيتهم، وده اهم شيء في الحياه الاسريه الاولاد، بيأثر على نفسيتهم ان بيحسوا ان بابا مش بيحبهم. بس دايما يا دكتوره معلش، دايما الراجل ما بيبصش الموضوع بالمنظور ده او بالمنطق ده، ويقول عادي مفيش مشكله، انا الزوجه الثانيه مش بأثر معاها في حاجه، ليه ما اتجوزي ثاني؟ فهترد عليه تقول له ايه؟ هو طبعا ارد عليه، هو مش هرد عليه، هو ده من حقه ان هو يتزوج مفيش مشكله، لانه الدين شرع له ده، ولكن شرع في حدود معينه. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. ليه؟ ضمان حتى لراحتي أنا النفسية. هو الأول أول شهر زواج من التانية بيبقى مبسوط وفرحان، وأكيد الزوجة التانية ممكن تكون غطت على جزء كبير الزوجة الأولانية ما كانتش موفراه، الحاجة اللي هو زي ما بنقول كده بينظر للأمور من بره بإبهار في الأول. فدايما الزوجة تسأل نفسها سؤال، هو إيه اللي خلاه يتجوز الست دي؟ إيه اللي خلى الزوج ينظر بره الأسرة يعني من خارج؟ طب حضرتك شايفة ان الابناء ممكن تستوعب فكرة ان باباهم يتجوز واحدة تانية، ولا مثلا يشوفوا ان ده ظلم لوالدتهم؟ لا طبعا هيحس انه ظلم لوالدتهم، لان هم بالطبع بيحبوا اكيد والدتهم في البيت، وغير كده كمان مهما الام كانت يعني قاسية او مهما كانت الام غلطانة فعلا وهي اللي دفعت الزوج للزواج عليها، لكن بيبقى الابن دايما في حميمية بينه وما بين الام، حابب مامته، دايما شايف ان هي افضل حاجة في الدنيا. فمهم جدا ان احنا يعني دايما نغلب يعني جانب الأبناء. يا أستاذة همس، يعني مهم جدا برضو نحط جانب الأبناء في الصورة، يعني قبل ما أشوف احتياجاتي وسعادتي شوف جانب الأبناء، وده أهم شيء في الحياة الزوجية. طيب السوشيال ميديا سبب في تعدد الزوجات أو في الخيانة؟ السوشيال ميديا طبعا سبب رئيسي، لأنه أثبتت الدراسات النفسية والإحصائية أن جزء كبير من الخيانة الزوجية ومن لجوء الزوج للزواج بأخرى وجود وسائل التواصل الاجتماعي، والزوج طول الوقت حاسس أنه هو يعني في واحدة تاني مالية الفراغ بتاع زوجته، بتهتم بيه، بتقوله كلام حلو. فطبعا أكبر درجات الخيانة في السوشيال ميديا بيظهر الجانب الكويس بس، ما بيظهرش الجانب السلبي أو السيء من الشخصية. بالظبط كده، بالظبط يا استاذ فريد، هو فعلا بيظهر الجانب الايجابي زي ما قلت لحضرتك، بيحصل حاله ابهار. هو منبهر بالصوره اللي قصاده، منبهر بحد بيتكلم عن نفسه بايجابيه، ومنبهر احيانا بزميلته في الشغل، بواحده مثلا معاه قابلها، الست اللي قابلها دي ما شافش منها الا الجانب الايجابي زي ما قلت حضرتك، لكن الجانب السلبي هو لسه ما شافهوش، هيشوفه بقى بعد الجواز. طيب المشاكل اللي بتحصل في بيوتنا اليومين دول مشاكل كتير جدا في الاسره، حضرتك شايفه نعالج المشاكل دي ازاي بين الزوج والزوجه في التفاهم؟ يعني المشاكل اساسها اصلا عدم الحوار داخل الاسره، مفيش حوار، في نقد باستمرار، فده طبعا بيأثر بالسلب على الاسره. اضافه لده ان احنا داخل الاسره مهم جدا نفهم سيكولوجيه بعض، نفسيه بعض، زوجي بيفكر ازاي كرجل، الرجل دايما في التفكير بيميل ان هو ياخد راحته في التفكير، يفكر بصمت ويخرج لينا بحل. المراه بطبيعتها في التفكير ان هي بتحب تتكلم مع الزوج، مندفعه تتكلم لا هي مش مندفعه، بس هي في بعض طبعا انماط الشخصيات بيكون فيها اندفاع، بس بطبيعه المراه بتحب تشارك
الزوج او الخطيب تتكلم خصوصا في التفاصيل الصغيره ما بتفرقش، اهم حاجه التفاصيل عندها بالظبط. ولو هو مش هي مش عايزه حل، هو هي عايزه حد يسمعها بس، حد يحتويها. مفتاح قلب اي زوجه الاهتمام والاحتواء، ان انا اهتم بيها كده بهدايا جميله وحلوه بكلمات تدعمها وتشجعها، وكمان دايما يبقى في احتواء لمشاعرها. طيب يا دكتوره، لو هي الزوجه مش لاقيه ده من الزوج، ممكن في شغله مش فاضي او الكلام ده، هي ممكن تعمل ايه مثلا؟ او ممكن هي تجذبه لحاجه زي كده، او تفهمه ان انا عايزه كده، عايزك. هو مش فاهم التفاهم ازاي يعني، في اكيد مش كل الازواج فاهمين يتعاملوا مع الست ازاي. تبدا ان هي تخلي في حلقه وصل بينهم هما الاثنين، اكيد في امر معين الزوج بيهتم بيه. يعني احدى الزوجات مره بتقول لي ما فيش حوار ابدا بيني ما بين زوجي، طول الوقت هو سرحان، طول الوقت بيتكلم في مواضيع ما تهمنيش، طب اعمل ايه؟ قلت لها شوف الموضوع اللي يهمه وتكلمي فيه. مجرد ما قالت له على فكره انا شفت موديلات عربيات كتير جدا ومش عارفه موديل ايه، بدا يتكلم معاه. فمهم جدا اعرف اهتمام الانسان اللي قصادي بيهتم بإيه، أخلق بس حوار معاه. إضافة لده أن أنا ألفت انتباهه بطريقة ما فيهاش عتاب، إيه رأيك لو نخلي جزء كده في اليوم ليا وليك نص ساعة نقعد نتكلم مع بعض، تعالى نخرج. الاهتمام بالذكريات الحلوة، إن إحنا نسترجع الذكريات الحلوة، نجيب هدايا لبعض، المبالغة في تقديم الهدايا، مش شرط هدايا بقيمة مادية عالية، لكن هدية فيها قيمة معنوية، إنك تفتكر عيد ميلادها، أول يوم اتقابلتوا فيه، شكراً لإنك في حياتي، شكراً على الموقف اللي عملتيه فدعمتيني فيه، كل ده بيأثر طبعاً على طب حضرتك شايفة إن التعدد أو فكرة الزوجة الثانية سبب مقنع عشان يخلي الزوجة الأولى تنفصل؟ هو طبعا يعني اول ما تسمع الست ان جوزها هيتجوز عليها اول حاجه الانفصال طبعا، ده مليون في الميه، وده طبعا بيهد الاسره. فالزوجه في اللحظه دي تقول لك طب ما هو كان اناني وهد اسرته، انا كمان مطلوب مني ان اكون يعني الزوجه المثاليه، انا اللي اضحي ليه وما اضحاش يعني. بالظبط كده. فانا بشوف يعني بحل المشكله ازاي، يعني هي الزواج من الزوجه الثانيه ما هواش حرام، لانه قد يكون اعفاف للزوج نتيجه بالزبط. الزوجه ما بتهتمش باحتياجات زوجها العاطفيه والنفسيه، لكن للاسف الشديد لازم برضو احط في نصابي وفي عيني الاسره. انا كزوج افضل ايه؟ اعدل من زوجتي، احاول الجا لحكم من اهلها، احاول افهمها، يعني لان طبعا الزواج الثاني على قد ما هو يعني ممكن يكون باين او ظاهر مريح في البدايه، لكن للاسف الشديد احيانا بيظلم الزوجه الثانيه. عشان كده في بدايه الحلقه لما قلت حضرتك هو الزوجه الثانيه ظالمه ولا مظلومه، للاسف احنا في المجتمع بننظر لها انها خطافه رجاله وظالمه، لكن احيانا كتير بتكون مظلومه. مظلومه امتى؟ بتكون ظالمه لما تكون جت على البيت الاول ودايما بتطلب احتياجاتها زيها زي البيت الاول، الانفاق حتى لو هي ما عندهاش اولاد لا تصرف عليا زي ما بتصرف على البيت الاول. واحيانا بتبقى الزوجه مش عاقله يعني اللي هي الزوجه الثانيه. بس للاسف امتى بتكون مظلومه؟ لما بيكون الزوج جاي عليها طول الوقت، يبدا ممكن بعض الازواج يجي بعد شهر بعد اتنين يرجع للزوجه الاولى. طيب يا دكتوره، اكيد مش كل الزوجات، او مش هنطلب الكمال عشان ما فيش حد كامل الا الله سبحانه وتعالى، تمام كده. فانا شايف انه مثلا لو رجعنا وفكرنا والزوج يشوف الزوجه اللي عنده ايه المشاكل ويحاول يعالجوها، افضل من ان هو يخش في مشكله تاني. صحيح. اللي هي الزوجه الثانيه. برافو. هو بالفعل كده، ان هو بيدخل على مشكله تانية هو ظنا منه ان دي مشكله وهو بيحلها. لا، اعرف قبل ما تعدد وقبل ما تدخل في علاقه تانية حاول تدير او تحسن اداره البيت عندك. لو احسنت ممكن اداره البيت منه طاقة أكتر من العلاقة الأولى. بالظبط كده. صحيح. إن هي بتستنفذ منه طاقة وبتخليه يندم، وللأسف ممكن برضه ما تكونش ناجحة، فكده عنده الموضوع ينجب كده منها. فيظلم الطرفين، وبعد كده ينفصل عن الزوجة الثانية فكده للأسف. ويفكر في الثالثة. في اللحظة دي بقى بنقول إن الزوج هنا هوائي، وهنا الزوج اللي ما يصلحش ليه الزواج، اللي هو الإنسان دائم النقد لزوجته وللزوجة التانية ولأي علاقة بيدخل فيها. طيب الآباء أو أولياء الأمور يعرفوا ده إزاي؟ لما حد يتقدم لبنتهم يعرفوا إنه الشخص ده هوائي أو لا إزاي؟
من خلال فترة الخطوبة اللي بتعرفني بطبيعة تفكير الطرف الآخر، الإنسان اللي تحسه رزين، يعني دارس الأفكار بتاعته كويس، خطواته محسوبة، ما هوش يعني في التفكير بيفكر بسرعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدانا قاعدة جميلة جدا، اصفر بذات الدين تربت يداك، وإذا جاءكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوه، ده الحكم. فالدين والخلق مش باين في القدرة المادية، ده باين في الأخلاق. بالظبط، دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها، اللي هي النقطة المادية. دلوقتي ناس كتير جدا، لا أنا ما أجوزش بنتي لشخص غير لما يكون معاه ويبدأوا يطلبوا طلبات خيالية. نعم، وده بيزود العنوسة للأسف في الفترة الأخيرة. فحضرتك شايفة بيزود العنوسة، بس هو أصل جزء أساسي من إقامة الحياة الزوجية القدرة على حياة كريمة. بالظبط، حياة كريمة، بس مش يبقى الموضوع طبعا مش أوفر طبعا خيالي. طبعا، لأن أحيانا لما أجي أقول له وتجيب مش عارفة إيه في الشقة وتعمل إيه، كل ده تفاصيل صغيرة وحاجات بالظبط كده، اللي هو تفاصيل بتخلي الشباب يعزف عن الزواج. وأحيانا للأسف بتبهرنا المظاهر، يعني ممكن يتقدم حد ماديا مرتاح بس للأسف عنده صفات سلبية كتير جدا، الأنانية والبخل إلى آخره. حضرتك شايفة أن في مرأة يعني تقدر تتقبل فكرة المعيشة أو أن هي تعيش مع زوجها يعني ومع زواج تانية وبيت واحد؟ حضرتك شايفة يعني هي عايز توضح أنها لو ممكن تقدر تتقبل أنها تعيش مع يعني في بيت واحد، يعني بيت عيلة مثلا في التعدد، يعني في التعدد يعني ممكن يكون متجوز كذا واحدة وبيت عيلة. هل ده يبقى صعب على والله بصي، كل إنسان وله طاقة، مهم جدا اعرف انا طاقتي ايه. في واحده عندها طاقه وعادي جدا ان هي تتزوج بزوج متزوج من زوجه اولى، في حد تاني واحده تحس ان هي مثلا عندها القدره ان هي مثلا لو زوجها ما تمش الانجاب منها تروح تجوزه وتاخد المبدا بتاع انجالك الغصب خده جمايل. شكرا يعني جدا يا دكتوره. بالظبط، شكرا جدا يا دكتوره. حلقتنا انتهت اعزائي المشاهدين، وشكرا لاستماعكم ومشاهدتكم لينا، وان شاء الله انتظرونا الأسبوع القادم في موضوع جديد وحلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.